راشد آل مكتوم، عزيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كذلك حاضرة في هذا الشوط، بالإضافة إلى الماجدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذن 14 مشاركة في هذا الشوط الذي بدأ الآن في لحظاته النهائية، وبدأت الأسماء الآن في الدخول إلى بوابات الانطلاق إذانا وإعلانا بمنافسة ستدور رحاها هنا في أقوى الأشواط، في شوط يحمل تحديا من نوع خاص. إذن بسم الله وعلى بركة الله، باسمه ابتدأنا وعليه توكلنا. هكذا مشاهدينا الكرام تعلن انطلاقة شوط الخنجر الذهبي. الله 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 الله. إذن بدأ التحدي هنا في ميدان التحدي، بدأت المواجهات، بدأت الصراعات ما بين القوى العظمى في عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا أعلام دول مجلس التعاون الخليجي خفاقة هنا في ميدان الشحانية محتفلة بهذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. رايات التحدي كذلك خفاقة هنا من أجل انتزاع أول الرموز، الرمز لمن؟ الخنجر الذهبي لمن؟ ياهي أسماء وياهي شعارات، ياهم عمالقة متواجدين في هذا الشوط. أبدأوا إذن بالتعليق والوصف لهذا الكرنفال ولهذا الشوط الرئيس الأول هنا على المقدمة. من تحتل المركز الأول؟ من انطلقت الآن؟ الجحوم تحتل المركز الأول، اقتحمت الجحوم إذن صدارة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. الظبي كذلك تتسلل وتدلو بدلوها في صراع هذا اليوم. الظبي غيرت إذن وانتقلت إلى المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بتعليمات وتوجيهات من سالم بن فاران المري. المركز الثاني، أتابع الانطلاقة لتقرير التي بدأت الآن تشرح وتعبر عن تقريرها الأصيل القادم مع هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة يوافق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث، يا سلام، مكيدة الآن وصلت مكيدة وانطلقت واحدة من أهم الأسماء المشاركة والمرشحة. مكيدة إذن انطلقت وغيرت إلى ثاني المراكز لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بينما التضمير مع حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع، الجحوم لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يضمرها سالم بن فاران المري. يا سلام، الله 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 الله. الحقة تدخلت الآن وانطلقت الحقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أيضا اسم مرشح في هذا الشوط من أجل الخنجر الذهبية، يضمر الحقة سالم بن فاران المري. ولكن رهان، تسللت رهان وانطلقت الآن من المركز الخامس إلى المركز الثالث مع هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدي الكتبي. إذا الرهان، رهان والمراهنة كبيرة على رهان. أعود إلى المقدمة مع انتصاف المسافة لأجد الظبي، هي من تتصدر، هي من تتسيد الموقف في شوط
الخنجر الذهبية. يا سلام، إذا الضبيعة المركز الأول منطلقة ومندفعة بكل ما أوتيت من قوة تضبط إيقاع صدارة هذا الشوط. إذا هنا الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها سالم بن فاران المري. يا الذهبي، الخنجر الذهبي هناك في الانتظار، في الانتظار. المركز الثاني أتابع امكيدة تتواجد في ثاني المراكز ايضا لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ويضمر امكيدة واثق المضمرين، واضع كل ثقته هنا في امكيدة التي تحتل المركز الثاني. ارى ذات الشعار ونفس الشعار يتواصل مع المركز الثالث ومع رهان ايضا مع نفس المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. الله 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 الله، الخنجر في الانتظار. المركز الرابع الحقة، وصلت الحقة الآن، بدأت الحقة في انطلاقة متميزة وبدأت تلحق الآن بركب المقدمة. الحقة إذا في المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس تتواصل شروط والتي استوفت كل شروط المنافسة، شروط إذا على المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يضمرها حمد بن محمد بن جهويل المري. الله، نشارف الآن، نشارف على الاقتراب من الكيلومتر الأخير. وانطلقت مكيدة، مكيدة إذا انطلقت مع المركز الأول وغيرت الأمور لتصب في مصلحتها وفي مصلحة هذا الشعار. إذا انطلقت مشاهدينا الكرام، انطلقت مكيدة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الظبي في ثاني المراكز، المركز الثالث رهان، ولكن الحقة. الله، هي الحقة، الحقة الحقة، والكيلومتر الأخير. يا سلام، الله 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 الله، الحقة انطلقت الآن وغيرت إلى المركز الأول، تجاوزت الحقة إذا وانطلقت مع المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ولكن رهان، الله 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 الله، رهان في أقوى امتحان هنا في هذا الميدان. تنطلق مع المركز الأول، الحقة في المركز الثاني وفي المركز الثالث مكيدة. يا سلام، الخنجر إذا لمن؟ ثلاثة أسماء هنا بقيادة مكيدة أو بقيادة رهان ومعها الحقة، وكذلك عادة مكيدة. مكيدة إذا تتواصل وتعود مرة أخرى إلى المركز الأول، الحقة في المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. بينما هجن العاصفة تتواصل مع المركزين الأول والثاني. سلام 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 دبي، سلام دولة الإمارات إذا العربية المتحدة على انطلاقة وتألق مكيدة في المركز الأول ورهام مع المركز الثاني، وشعار هجن العاصفة ينتزع إذا أول الرموز في الأشواط المفتوحة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز مكيدة بالمركز الأول. المركز الثاني أيضا جاءت في رهان لهجن العاصفة. المركز الثالث الحقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع كان من نصيب الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وفي المركز الخامس كان الموعد مع شروط لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا إذا استطاعت مكيدة انتزاع المركز الأول والتي كانت في موعد مع هذه الخنجر وفي موعد هنا في ميدان الشحانية. تهانينا إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على هذا الفوز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وهنا يتلقى التهاني من سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني ومن أخي سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني. هنا الروح الرياضية، وهنا مشاهدينا الكرام الكل فائز في ميدان الشحانية. التوقيت الزمني إذن لمكيدة 7:39.
إذا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 7:39.30 من الثانية هو التوقيت الزمني لمكيدة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كانت فيه رهان وقطعت المسافة في 7:39.